قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وصدق رسوله الكريم إذ يقول: أفضل الصدقة سقيا الماء. شاءت إرادة الله تعالى أن تتنوع البلاد بين كبيرة وصغيرة، قوية وضعيفة، غنية وفقيرة، صحراوية وجبلية، قادرة على توفير الشربة النقية لشعوبها أو غير قادرة. وقرغيزيا من الدول التي تعاني من قلة الموارد، فضلا عن ندرة الماء النقي الصالح للشرب، حيث لا توجد شبكات للمياه ولا محطات للتوزيع، وتعتمد القرى في سقياها على المساقط المائية من الجبال، والتي لا يخلو معها الماء من التلوث وعدم النظافة، بل افتقاره لأدنى معايير السلامة الصحية، مما يتسبب في الكثير من الأمراض والأوبئة. فإن كنت ممن يرغب في عمل خيري يجري أجره لك في الدنيا والآخرة، أو صدقة جارية لا ينقطع أجرها إلى يوم القيامة، فبادر معنا بتسهيل وصول مياه الشرب النقية للمحتاجين والفقراء، وخاصة بالمناطق النائية والوعرة. عسى الله أن يجعلنا ممن فرج عن مؤمن كربة فيفرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يدري لعلها الصدقة التي تكون سببا في أن يسقينا الله تعالى من حوض نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبداً.